السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا. حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم المرشد الزراعي، أول حلقاتنا في أول الأسبوع. النهاردة بكون معاكم بعد عيد الفطر المبارك، وحشتوني جدا ووحشني جدا التواصل مع حضراتكم من خلال نافذة المرشد الزراعي. والنهاردة بنتكلم في موضوع، أو هنتكلم عن محصول من أهم المحاصيل الزراعية في مصر، ألا وهو الذرة الشامية. حقيقة أن الذرة الشامية من المحاصيل اللي بيطلق عليها المحاصيل الاستراتيجية، لأنه بيدخل فيه كثير من الصناعات، وأصبح كمان عليه الطلب كبير جدا في الفترة الحالية، وأصبح الاعتماد عليه كبير بخلاف ما سبق كمحصول استراتيجي. هنعرف إزاي الذرة الشامية بدأت تدخل في الكثير من الصناعات، ولماذا أصبحت الدولة تعتمد عليها بهذا الشكل، وإيه هي القيمة الاقتصادية والقيمة الغذائية لهذا المحصول الاستراتيجي، وكثير من التفاصيل عن الذرة الشامية النهاردة اللي هيكلمنا عنها ضيفنا الكريم دكتور حمدي جامع، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ورئيس بحوث بقسم بحوث الذرة الشامية. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا فيك. يعني الحقيقة المحصول ده من المحاصيل اللي أصبح حتى يعني عليها الكثير من المؤتمرات العلمية دلوقتي، اللي بتتكلم عن أهميتها، واللي بتتكلم عن ضرورة الاستفادة القصوى من هذا المحصول، وضرورة الاعتماد عليه سواء كغذاء أو كقيمة اقتصادية، وكثير الحقيقة. طيب خلينا الأول نبدأ باهتمام الدولة، ولماذا تهتم الدولة المصرية في هذه الأونة بالذرة الشامية والاعتماد على الذرة الشامية بهذا الشكل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا سعيد أن أنا موجود النهاردة في قناة مصر الزراعية. أهلا بك. كرئيس إدارة مركزية للإرشاد، وفي نفس الوقت قسم بمثل قسم بحوث الذرة، اللي هو يعتبر أنا ابن من أبناء القسم بحوث الذرة، وبنتهز الفرصة النهاردة عشان أوضح الدور برضو للإرشاد الزراعي ودوره في النهوض بمعظم المحاصيل، وليس محصول الذرة بس، وهنركز طبعا على محصول الذرة اللي هو موضوع الحلقة النهاردة. وبنهني طبعا جميع شعب مصر بالعيد الفطر المبارك، وعاد الله علينا باليمن والخير والبركات. محصول الذرة زي ما حضرتك قلتي من المحاصيل الاستراتيجية، وبيأتي في المرتبة الثالثة بعد القمح والرز في الأهمية الاقتصادية على مستوى العالم وداخل مصر. ومحصول الذرة يعتبر رباعي الكربون، ودي بيديله مميزات غير محصول مثلا القمح اللي هو يعتبر الغذاء الرئيسي. محصول الذرة يعتبر الغذاء الرئيسي، هنقول للثروة الحيوانية والداجنة، ده في معظم دول العالم. وإن كنا إحنا في مصر بيبقى كان في جزء من فترة كده كان بيتاخد نسبة من 10-15% ل 20% وبيتخلط بالخبز، لا دلوقتي ما بيخلطش، ولكن هو بيخش كله ثروة حيوانية وداجينة. وفي بعض المناطق الريفية ما زالت بتستخدم الذرة كخبز وبتعتمد عليه يعني أساسي. الاتجاه الأساسي حالا دلوقتي إزاي أقدر أوفر العملة الصعبة اللي أنا طبعا بستورد بها الذرة. احنا بنزرع مساحة حوالي من 2 إلى 2.5 مليون فدان، دول ينتج حوالي 3 طن الفدان. يعني في الأول والأخر أنا ممكن أحتاج 5 طن 6 طن 9 مليون طن، ده الاستيراد. فالاتجاه الأساسي دلوقتي إزاي إن أنا أقدر أرفع الإنتاجية لأقصى معدلاتها، وديت هنقول دلوقتي هنقارن يعني مقارنة بسيطة ما بين المتوسط العام للجمهورية وبين متوسط مثلا الحقول الإرشادية اللي بيتم فيها جميع تطبيق جميع التوصيات الفنية، وبيتابعها هو المرشد الزراعي، وبيتابعها اللي هو المسؤول داخل المركز على الحقل الإرشادي. نوصل الأول، عايز حضرتك الأول إيه هي الأصناف اللي موجودة عندنا؟ في ذرة بيضة، في ذرة صفرة. والذرة البيضة في هجوم فردية وفي هجوم ثلاثية، والذرة الصفرة فيها هجوم فردية وهجوم ثلاثية. جميع الهجوم اللي موجودة في السوق المفروض إن هي إنتاجية متقاربة.
لان كل الهجن اللي هي بيحصل لها اختبارات داخل قسم بحوث الذره عندنا تجارب، بتبقى تجارب A وتجارب B وتجارب C، وبعد كده بيخش في تجارب الدي، وبعد كده بيخش على التقييم النهائي، وبعدين بينزل السوق. ده المفروض ان انا بقارنه باعلى هجين موجود في السوق ولازم يتعداه معنوي. يبقى انا المفروض كل الهجن اللي موجوده في السوق هنقول فروق غير معنويه موجوده بينها وبين بعضها، ولكنها بتختلف اساسا باختلافات اللي الفلاح هو بيقوم بالتطبيق بتاعها. ازاي انا اقدر اخلي الفلاح، وده هيبقى دور الارشاد على عاتق الارشاد في المرحله اللي جايه، ازاي اوصل التوصيات الفنيه اللي بتطبق في الحقل الارشادي اللي بيجيب من 30 و35 و37 وقد يكون 40 اردب للفدان الى المتوسط العام اللي هو بيجيب 25 و24، وفي بعض الحقول ممكن يوصل 18 و19 و20. طيب هي هنا بقى شوية. حضرتك يعني لك شقين الحقيقه من العمليه الارشاديه عموما. نحن دايما بنقول ان العمليه الارشاديه هي حلقه الوصل بين الجهه العلميه والبحثيه والمزارع او الفلاح. فمركز او قسم بحوث الذره الشاميه هو الجهه البحثيه، والإدارة المركزية للإرشاد هي حلقة الوصل. فإذا حضرتك بتعمل في الجهتين، إذا الدور هنا محوري بشكل كبير جدا أو يعني أكثر دقة. فتقدر حضرتك بقى تقول لنا إزاي بيتم خلينا نقول التوثيق بين الجهتين؟ تمام. وزارة الزراعة حضرتك لما نرجع لها هي وزارة إرشادية، وهي المنوطة بكل ما يخص الفلاح. لو أنا جرعت بقى الدور الإدارة المركزية للإرشاد هلاقي هو متمثل في هذا الدور. مركز بحوث زراعية في أساتذتنا كلهم بيطلعوا لنا أصناف جديدة بكل المحاصيل. لا ده مش محاصيل بس، حاجة تخص الثروة الحيوانية، كل ما يخص الفلاح. عايزين حلقة توصل المعلومة أو التوصيات الفنية الخاصة بكل شيء ده إلى الفلاح، هي دي حلقة الوصل اللي احنا بنقول هو الإرشاد الزراعي. بدون الإرشاد الزراعي أنا فقدت أهم حلقة في الحلقة دي كلها. أنا طلعت أعلى صنف وموصلتوش للمزارع، خلاص يبقى أنا مش هقدر أزرعه. إنما مجرد إن أنا بوصله للمزارع، وقبل بوصله للمزارع لا ده بيدخله عندنا حاجة اسمها حقول إرشادية وحقول تعليمية بيتم زراعتها في جميع أنحاء الجمهورية. الأول خالص بتفرج على الصنف اللي طلع وبقارنه بالأصناف اللي موجود، وبعد كده بقدر أحكم عليه وأقدر أوصله للمزارع أنا شفته بعيني كمرشد وأقول له بالظبط صفات الصنف وبعد كده أوصلها له. طيب إحنا عندنا ظروف كثيرة، سواء كانت الظروف المناخية والجوية طبعا، واللي يعني بدورها بتغير في ظروف التربة. عندنا الظروف المائية اللي اختلفت بشكل كبير طبعا عن سابق عهده. طيب هل اختلفت التوصيات نفسها، التوصيات الزراعية لزراعة الذرة الشامية، ولا تبقى التوصيات كما هي حتى برغم اختلاف هذه الظروف؟ لا هي فعلا اختلفت التوصيات، والدليل على كده ان احنا بقالنا دلوقتي يعني حوالي سنتين او ثلاثة بنطبق تجارب ازاي ازرع الذرة اوفر في ميثود. لو رجعنا حضرتك الذرة قديم خالص كان بيزرع بالحوال، وما زال التوصية الى الان موجودة، بس حاليا حضرتك الفلاح معظمه دلوقتي عنده مكنة الري وما بقاش فيه، فبيدور مكنة الري وما بقاش يعني بيروي بالحوال، وممكن بيروي غمر من اولها كده يسيبها، وممكن يكون عامل الارض خطوط ومع ذلك ما بيرويش بالحوال، فده بيأثر على الانتاجيه. انا برجع لحضرتك، انا ذكرت في اول الحلقه ان الذره رباعي الكربون. يعني ايه رباعي الكربون؟ يعني عاوز يقوم بعمليه التمثيل الضوئي في وجود نسبة من المية وثاني أكسيد الكربون والضوء معينة، لو زادت ضرر ولو قلت ضرر. في الحالة دي حاولنا ان احنا ازاي، طب ازاي يوصل بالفلاح ان هو يروي بالحوال تاني. عملنا تجربة وقد لاخت فعلا نجاح، والنتائج ادت الى
توفير حوالي من 25 الى 29 الى 30% ميه، ومع ذلك المحصول ما قلش، لا ده بالعكس زاد. تطبيقاتها بالظبط، انا بزرع الصنف بتاعي وبعد كده بدي التسميده الاولى والثانيه خطوط زي ما هي، بحيث ان هو يدي التسميده الاولى والثانيه. التسميده بتبقى بعد حوالي 21 يوم في رايه المحياه، والتسميده الثانيه بعد حوالي 10 ايام من الريه الاولانيه لرايه المحياه، يعني بعد حوالي هنقول 35 يوم ببتدي ان انا اقفل خط واسيب خط مفتوح. في الحاله ديت يبقى انا اما باجي اروي النبات الخط هياخد من الخط اللي جنبه، فبحاول ان انا وصلت لحوالي قللت نسبه الميه في التوتال حوالي 30%. ده كل ابحاث زي ما هنا بتوع الدور اللي هم اللي قالوا لنا عليها، ودي النتيجه اللي طلعوا بيها. حاولنا بديت ان احنا نوصل الفلاح ان هو يروي بالحوال او ان هو يقلل الميه، حتى لو هو ساب المكنه دايره على راس الارض، لا ما انا قفلت خط وسبت خط، برضو الارض مش هتاخد كميه الميه اللي هي هتبقى اكتر من اللازم. وديت في النهايه انا اداني محصول زياده. طب انا ليه ما طبقهاش؟ احنا طبقنا الكلام ده في حوالي 2000 فدان. طيب ليه انا ما اتوسعش في اكتر من كده واطبقها في المساحه اللي موجوده في مصر كلها؟ طبعا حاولنا يبقى ممكن نعمل مصاطب، بس المصاطب في الدوره مشكلتها ان هي ممكن يؤدي الى الرؤاد. ممكن دي يتم تجربتها في اصناف قصيره، فعلا قسم فحوص الدوره اخرج بعض الاصناف، استنبط بعض الاصناف اللي هي عاليه الانتاجيه وفي نفس الوقت قصيره في العمر، زي هجين فردي اصفر 173، وده ان شاء الله هينزل من السنه الجايه، وفيه 176 ده، وفيه 368، دول كلهم هجن تعتبر مبكره وفي نفس الوقت عاليه الانتاجيه. بالاضافه الى ده، انا بتكلم على هجن البحوث، لا ده فيه هجن كتيره موجوده في السوق. التوجه دلوقتي او المناداه للفلاح ازاي اقدر اطبق التوصيه اللي انا قلت لحضرتك عليها ديت، ان انا اقفل خط واسيب خط مفتوح، هوفر بما لا يقل عن 25% من الميه اللي بيحتاجها نبات الدور. طيب هرجع لحضرتك مره ثانيه نتكلم عن دور المزارع هنا، بس خلينا ناخد اتصال من الحاج حناوي من كفر الشيخ. اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بحيي حضرتك يا استاذه ايه، وبحيي الدكتور حمدي. اهلا بيك، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب وبصحه والسلامه. دكتور حمدي، احنا بنزرع الذره الشاميه يعني من ظهورنا، فطبعا في اصناف الاداره الزراعيه موفرها السنه. انا كنت في الاداره الزراعيه بفوز، موفره اربع اصناف نوعيات ممتازه يعني. بس للاسف ما فيش حقول ارشاديه عندنا في مركز فوز. ما فيش حقول ارشاديه في مركز ايه؟ فوه. اي تمام. اي فاحنا يعني من خلال البرنامج بتاعكم ومن خلال الدكتور حمدي يعني ان هم يحطوا لنا حقول ارشاديه. احنا في الجمش كانوا جايبين لنا حقول ارشاديه، وانا يعتبر يعني مرشد زراعي بين اهلي واخواتي في المنطقه. طبعا ربنا يبارك لك، والحقيقه ان دايما احنا بنشيد بدور الفلاح ده يا حاج حناوي، انه دايما بنقول ان الفلاح هو المتبني الاول لاي عمليه زراعيه بتتم، وهو افضل من يوجه المزارع، انه احنا عندنا قاعده كده اللي هو انا هؤمن بالحاجه دي او هطبقها لو جاري مطبقها او لو كسب منها بالفعل. فبشكرك جدا الحاج حناوي من كفر الشيخ، وهو بيتكلم عن الحقول الارشاديه. هل فعلا حضرتك اللي قلتيه ده، حضرتك اللي قلتيه ده، وده ملخص اللي هي الحقول الارشاديه بتقوم بيه للمزارع. تمام. الفلاح المصري او المزارع المصري زي ما حضرتك قلت كده، هو ما بيقدرش يزرع الحاجه غير لما يجرب في جاره، او بمعنى صح يشوفها بعينه الاول وبعد كده يقتنع بها، هو اللي هيزرعها وهو اللي هيدور عليها بعد كده. وده دور الحقل الارشادي. ممكن يكون الحاج حناوي السنه دي، انما ممكن يكون السنه اللي فاتت، انما استحاله يكون فوه ما نزلهاش حقول ارشاديه خالص. ممكن يكون مثلا انا عندي 10 وهو ده دور ثابت على ما اعتقد. تمام. للارشاد الزراعي كمان 10 مراكز. انا ممكن اكون مثلا التوه ما كفتش، انا رحت مركز ثاني السنه دي، السنه الجايه المركز، انما لازم اغطي المحافظه حتى لو ما كانش السنه دي، يبقى في خلال سنتين مثلا لازم اغطي جميع مراكز الجمهوريه. ان انا اوصل لها الحقول الارشاديه والحقول التعليميه. لو ما توفرش حقل ارشادي ممكن اعمل له حقل تعليمي. والحقل التعليمي بيبقى حوالي فدان للهجين،
بيبقى كمان على سكيل اوسع شويه من الحقل الارشادي. انما لازم اوصل طبعا لكل كل مكان في الجمهوريه. هو يتواصل مع الاداره المركزيه للارشاد الزراعي ازاي؟ بما انه بقى هو دلوقتي كمان هو حلقه وصل كمان اضافيه ما بين الارشاد الزراعي وبين الفلاحين هناك. الارشاد الزراعي طبعا فيه كل مديريه على كل مديريه من المديريات فيها طبعا مدير عام ارشاد. وبعد كده في كل اداره زراعيه فيه المرشد الزراعي. وبعد كده في كل جمعيه زراعيه فيه مهندس بيقوم بدور المرشد الزراعي داخل. وإن ما كانش طبعا العدد قليل دلوقتي في الجمعيات فهو بيقوم بالارشاد وبيقوم بكل العمليات داخل الجمعيات الزراعيه، ولكن هو دوره ارشادي في الاساس. فطبعا هو لو عايز يتواصل مع الارشاد هيبقى من خلال الجمعيه اللي موجوده عنده في القريه، او من خلال المهندس اللي موجود في الاداره الزراعيه، او المهندس اللي موجود في المديريه، او انا تليفوني تحت امر اي حد داخل الاداره المركزيه. وفي اي وقت وزمايلنا موجودين منتشرين على مستوى انحاء الجمهوريه من الاداره المركزيه للارشاد، كل واحد في اختصاصه وبيقوم بدوره ليؤدي دوره للمزارع في اي مكان. جميل. طيب معانا كمان اتصال من يوسف من البحيره. طيب حاول تكلمنا مره تانية، وبما اننا بقى فتحنا ملف المزارع والفلاح كحلقه وصل او حلقه ارشاديه، احنا عموما عندنا في الارشاد حاجه اسمها المتبنون الاوائل، ودول الناس اللي هم يعني زي ما حضرتك قلت كده الجهه الارشاديه بتعتمد عليهم بشكل كبير. يعني بمعنى اصح احنا بننزل المكان ده بنعلم الكبير المزارعين في هذه المنطقه ازاي هي العمليات الزراعيه الصحيحه، وازاي ينصح الناس بكذا وكذا. اذا هو بيقوم بدور كبير جدا. هل بيتم تحديث المعلومات لهؤلاء اللي بيعتبروا قدوة لغيرهم من المزارعين؟ ده لازم. والدليل ان الاصناف اللي موجودة حاليا دلوقتي اللي المزارع بيشيد بيها وبيزرعها، هل هي اللي موجودة مثلا من 5 سنين او 10 سنين فاتت؟ لا ما اعتقدش. في كل المحاصيل يبقى الاصناف اللي طلعها مركز البحوث الزراعيه او الشركات الخاصه اللي موجوده كله. طبعا انا عاوز طبعا القطاع الخاص انا ما اقدرش استغنى عنه في المنظومه الزراعيه، لانه بيقوم بجزء كبير داخل المنظومه الزراعيه. فسواء المركز سواء القطاع الخاص كل الهجن اللي موجوده في السوق متاحه للفلاح، وهو ده بيرجع لرغبه الفلاح اللي هو بيشتريه او اللي هو بياخده بيزرعه بيجود معاه وبيديله إنتاجية عالية، هو بيروح السنة الجاية بيشتريه مرة تانية ويجرب عليه. جميل. ده أنا ما أقدرش أستغنى عن كبار المزارعين داخل أي إدارة أو داخل أي قرية، لأن هم دول القضاة اللي موجودين، القائد اللي موجود داخل القرية هو الدليل بتاعي. لما أنا أحب أنزل الجمعية الزراعية عشان أوصل لمعظم الفلاحين بيبقى لهم كبير هو اللي بيقدر يجمعهم، وهم كمان قدرتهم على الإقناع واستقبال المزارعين ليهم بيبقى هو اللي بيقدر يقنعه وهو اللي بيقدر يوصل معلومة معايا. أنا ببقى أوصله معلومة وهو بيوصلها الجميع. لا هم بيسمعوا كلامه. طيب. وده أنا لازم يكون داخل المنظومة بتاعتي. جميل. طيب خلينا ناخد أستاذ هاني من أسيوط. يا أستاذ هاني. أيوة أستاذ عاملة الحمد لله. أهلا بيك. إزيك يا دكتور الله يخليك. أهلا بيك. اتفضل استفسارك إيه يا أستاذ هاني؟ الاستفسار كنت جاي الدورة صفرة 166 من مديرية الزراعة. قصيرة ولا طويلة؟ هجيني. اسمعني من التليفون طيب عشان نسمع بعض كويس عشان نسمع الاستفسار كله. لا. فاستأذنك معلش ابعد عن التلفزيون شوية. كنت جاي الدورة هجيني 166 من الزراعة. تمام. طويلة ولا قصيرة التجاوب دي؟ أول مرة دي الصراحة. تمام. أي استفسار تاني؟ بس يا فندم. طيب. شكرا كل سنة. شكرا طيب. شكرا وأنت طيب والصحة والسلامة. هو عايز يعرف هي طويلة ولا قصيرة؟ الهجين الأصفر 166 ده إنتاج قسم البحوث الزراعية الشامية بمركز البحوث الزراعية. هو يعتبر هجين متوسط الطول يعني حوالي 2.5 متر. بيجود في العروة المبكرة، ودي التوصية اللي أنا بقولها. بيجود في العروة المبكرة يعني ممكن من 4:30 أو أول 5 لحد 5:30. إنما في العروة المتأخرة بنصحش بعدم زراعته لأنه ممكن يصاب بالتويلت أو إن هو يوفيروس. جميل. طيب والهجور الصفرة هو ما بيطولش يعني لو أنت هتعمله سلاج لا ما بنفضلوش، إنما للإنتاج هو
هاجين على الإنتاجية. طيب نقطة الإنتاج دي بقى يعني برضو كنت عايزة أكلم حضرتك فيها، بما أن احنا دايما بنتكلم عن المحصول وبعض المحاصيل يعني بعضها استراتيجي ويعزف عن زراعتها المزارع أو الفلاح، هل الذرة الشامية من المحاصيل الاستراتيجية التي يقبل عليها المزارع ولا بيعزف عن زراعتها؟ ده هو من دلوقتي بقى من المحاصيل الاستراتيجية الأساسية اللي بيقبل عليها، لأن محصول الذرة له مميزات كتيرة أو استخدامات كتيرة. إن أنا ممكن لو أنا مثلا الأول نمرة واحد أنا بستخدمه كعلف حيواني أو دجيني، إن أنا ممكن أخد الكوز واستخدمه لإنتاج الدواجن، أو إن أنا أعمله سلاج واستخدمه في لإنتاج الثروة الحيوانية، أو أخد الكوز واستخدم العود لوحده كسلاج. يعني في حلول كتيرة جدا لاستخداماته، بغض النظر عن ان هو ممكن نستخدمه بقى كخبز في البيت، او دي مناطق بسيطه جدا اللي بتستخدمه دلوقتي. ده يعني غالبا دلوقتي في الريف ما بيربوش العيش القمح، يا دوب بياكلوه. فما يعني العيش الذره دلوقتي او الخبز الذره بيبقى صعب قوي ان تلاقي حد، والا مناطق بسيطه يعني اللي لحد الى الان هي بتستخدمه. فاستخدامات الذره غير اي محصول، بمعنى يعني مثلا هضرب لك مثلا، انا لو هقارن هزرع مثلا القط او هزرع ان انا الذره، لا هزرع ذره، لان القطن لازم ابقى قبل ما ازرعه عارف ان انا هورده فيه. انما لو الذره انا ما عارفش اورده، هقدر ان انا اعمله سلاج او ان انا استخدمه ببيتي او استخدمه في الثروه الحيوانيه. ده فايده تانية اهم من كده، ده بيوفر عندي اللي هو العلاي، بدل ما كنت انا هستخدم علف اخضر، لا ده انا هستخدمه سلاج للحيوان. طب ما انا وفرت دلوقتي ان انا اجيب اللي هو تبن القمح، او ان انا استخدم اعلاف، او ان انا استخدم اي ماده تانية مليئه بالنسبه للحيوان. لا ده الذره بيوفر لي كل ده. فالذره استخداماته كتيره غير اللي انا قلت عليها، مما يجعل المزارع مقبل على زراعته. والدليل ان هو مساحته كل سنه تعتبر ما بتقلش عن 2.5 مليون، وبل بالعكس ده فيه بعض المناطق زي المنوفيه مثلا بيزرعوا عروه تانية من الذره تصل لاكثر. يعني هم بيزرعوا حوالي 270 الف فدان، ممكن نزرع الى 50 الف فدان تاني عروه تانية مكان العروه الاولانيه. جميل. طيب خلينا ناخد كمان الحاج محمد من سوهاج. ايوه يا فندم، اهلا بيك يا فندم، اتفضل. السلام عليكم يا فندم. والله انا عايز اسال سؤال عن الذره الشاميه اللي بتزرع في الظهير الصحراوي وتتحمل وتتحمل درجه حراره. جميل. اي استفسار تاني؟ سؤال انا عايز اسال عن الذره الشاميه اللي بتزرع في الظهير الصحراوي. ماشي تمام. عندك استفسار تاني غير ده؟ الظهير الصحراوي، وبعد كده المرسلين عندنا في الاداره الزراعيه ما فيش حقل ارشادي. مفيش فين بقى؟ فين في سوهاج؟ مفيش حقول ارشاديه بيعملوها اطلاقا. انت فين في سوهاج؟ فين في سوهاج؟ فين في سوهاج يا حاج محمد؟ مركز دار السلام اولاد يحيى الحاجب. تمام. طيب تمام. طيب شكرا. شكرا يا حاج محمد، شكرا جزيلا. هو خلينا نبدا الاول بالحقول الارشاديه. الشق الاولاني بس انا عشان ما انساهوش، اللي هو مفيش حقول ارشاديه. هو ما بيزرعش في كل قريه حقل ارشادي. الحقل الإرشادي بيزرع في المركز. يعني أنا ممكن يكون المركز فيه مثلا 35 قرية، فيه 25 قرية، فيه 65 قرية زي مركز أشمون، فبيزرع فيه حقل إرشادي وحقل تعليمي. فما بيجي توزيعهم ما بي ممكن القرية دي السنة دي، ممكن السنة الجاية القرية، فممكن يكون ما نزرعش عند حاجة أو ما هو يعني ما شافوش عشان يقول إن ما فيش حقل إرشادي. إنما لازم أي مركز يبقى فيه حقل إرشادي وحقل تعليمي. جميل. كل سنة. طيب السؤال الثاني اللي هو ايه اللي ممكن يجود في الظهير الصحراوي. احنا عملنا بعض التجارب اللي زرعناها في مناطق اللي هي الجديده او مناطق المستصلحه الجديده، وزرعنا فيها جميع الهجن اللي موجوده معانا، وفي بعض الهجن ادت محصول عالي جدا، زي عجين كان فيها عجين ثلاثي 352، وفي صنف اسمه جيزه 2، وفي عندنا بعض الهجن. طبعا احنا الهجن الجديده دي احنا لسه ما جربناش، انا بتكلم على التجربه ديت كانت من فتره. في بعض هجن الشركات كانت بتجود، كان في حاجه اسمها وطنيه 4 كانت بتجود في الظهير الصحراوي، وفي بعض الهجن التانية اللي ما زالت الى الان بتجود.
فهو حضرتك بس لو هو عاوز يسأل على الأماكن دي هيوصل ليه الإدارة الزراعية، المرشد هيدله على الحاجة اللي هي الصح. جميل. طيب احنا عندنا بعض يعني ما يطلق عليه العوامل الزراعية اللي يعني بنحب نعرف هل المحصول ده بيتعامل معها ازاي. اتكلمنا عن التغيرات المناخية، واحنا في الفترة الأخيرة أصبح عندنا تغيرات مناخية، وده مش على مستوى مصر بس، ده على مستوى العالم كله، يعني على مستوى الكرة الأرضية حتى. عندنا كمان ملوحة التربة وتحمل الحرارة من أيضا من العوامل المهمة جدا واللي بيسأل عليها الحقيقة كثير من المزارعين. طيب لو هنتكلم، لو هنبدأ على ملوحة التربة، هل الذرة الشامية تتحمل ملوحة التربة وكيف تتعامل معها، وكيف يتعامل المزارع أيضا مع هذا العامل من العوامل الزراعية؟ هي للأسف دي تعتبر عائق كبير بالنسبة لمحصول الذرة الشامية اللي الملوحة. حضرتك حطيت إيدك على نقطة حساسة بالنسبة للذرة، فالذرة ما بيتحملش الملوحة، ذرة حساس جدا لدرجة الملوحة اللي موجودة في المية أو موجودة في التربة. بس لما بنلاقي احنا دي موجودة احنا بننصح المزارع بممكن بمحاصيل تانية ممكن تتحمل ملوحة، زي مثلا الذرة الرفيعة. طب الذرة الشامية طبعا عاوز درجة ملوحة أقل مثلا من 700 بي بي ام، أقصى حاجة ب 1100 بي بي ام وبعد كده هو ما يتحملهاش. فطبعا أنا لما باجي حد ألاقي درجة الملوحة أكتر من كده بوصي بعدم زراعة الذرة الشامية، لأن مش هيديني محصول، أو بمعنى صح يكون غير اقتصادي. يبقى أنا أقدر أزرع محصول تاني يديني ناحية اقتصادية، لأن في الأول والآخر أنا يهمني أنا هزرع وأجيب عائد اقتصادي. لو أنا هزرع وفي الآخر مش هيديني عائد اقتصادي يبقى الزراعة بتاعتي يبقى كده غير اقتصادية، يبقى أنا مزرعهاش. طيب هل يمكن معالجة التربة لزراعة محصول الذرة بعد زراعة أي محصول آخر ولا لأ؟ هنعرف ده إن شاء الله، بس خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع بعد الفاصل، ولسه مكملين مع حضراتكم المرشد الزراعي. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل، لسه مكملين معاكم المرشد الزراعي. هنكمل السؤال اللي سألناه قبل الفاصل، لكن خلونا ناخد أحمد من الدقهلية. يا أستاذ أحمد أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك يا فندم. يا أستاذ أحمد. السلام عليكم أستاذة. أهلا بيك يا فندم، تفضل. الله يبارك في حضرتك، كلامكم وشغلكم على على القناة الزراعية بسم الله ما شاء الله زي الكل، مش ناقص شيء. الله يخليك. انا مش هطول مع حضراتكم كتير يعني. الله يخليك. لا اتفضل. الارياف طبعا. الارياف ناقصها حاجه واحده في الجمعيات. تمام. الجمعيات الزراعيه. الجمعيات الزراعيه. انا وهي حضرتك محاضرات لبعض الفلاحين في الجمعيه الزراعيه في الكرة في الارياف. الفلاح مش كل الفلاحين حضرتك بيقفوا قدام القناه الزراعيه كل يوم. خدي بالك سيادتك. فالمفروض نعمل محاضرات للجمعيات الزراعيه في القرى، بحيث حتى لو كل 6 شهور محاضره لبعض المحصول. زمان سيادتك اذا سمحت لي بالكلام كنا كل اللي ملتفين حوالين زراعه القطن. الحكومه كانت ملتفه، الجمعيه الزراعيه كانت ملتفه، وزاره الزراعه كانت ملتفه، الفلاح كان ملتف. بسم الله ما شاء الله زراعه القطن زمان كانت عامله ازاي. لما شلنا ايدنا كلنا عن زراعه القطن في الفتره اللي فاتت ديت فشلت، صح ولا انا بتكلم غلط؟ صحيح. النهارده سيادتك لو رجعنا بقى للمحاصيل الاستراتيجيه اللي اختي الفاضله بتتكلم عليها، وحطينا ايدينا قدام بعض والتفينا حوالين مزروع معين زي زراعه الشام اللي سيادتك بتكلمنا عليها، كل محاصيلنا هتنجح. انما انا انكلم بعض عن طريق التلفزيون وعن طريق القناه الزراعيه فقط لا غير، اسمح لي. طيب خليني معلش، طيب خليني انا يعني هستاذن الدكتور بس بما ان حضرتك اتكلمت عن القناه الزراعيه. طيب خليني بس ارد عليك، اسمعني معلش من التليفون. يعني احنا دايما بنقول انه مش الاعتماد مش بس على القناه الزراعيه، احنا عندنا ارشاد زراعي على ارض الواقع، عندنا كوادر قليله في الارشاد الزراعي، ما عندناش تعيين لكوادر من سنين، وده ارث يعني بقاله كثير من السنوات. ولكن احنا بنستعيد
عند بهذه القناة الزراعية الإرشادية. وليه احنا بنعمل ده؟ لانه احنا دلوقتي لازم نواكب العصر ولازم نواكب الحداثة اللي العالم كله بيعيشها. فلما يبقى عندنا احنا اصلا يعني عدد قليل من المرشدين الزراعيين وعندنا نافذة مثل هذه النوافذ اللي الحقيقة يعني لو هنقول ان هي بتقوم بدور، وانا يعني مش تحيزا بس علشان انا اعمل في هذه القناة، ولكن بالفعل القناة الزراعية بتقوم بدور إرشادي خدمي وطني بشكل كبير جدا، حتى أنه الكثير من يعني المسؤولين حتى في الدول الأخرى أشاد بدور القناة الزراعية. فلكن هي مش هتقوم بدورها لوحده وإحنا عندنا على أرض الواقع، لكن هي دورها كبير. وفكرة التواصل من خلال التلفزيون كمان احنا مش بس يعني حتى في برنامج المرشد الزراعي لو هنتكلم على حالة زي الحالة اللي احنا بنعيشها دلوقتي، احنا عندنا تواصل يعني حضرتك مش بتتلقى بس المعلومة، حضرتك بتتلقى وبتقول لنا الاستفسار بتاعك، واحنا في الاستفسارات بنحاول نكون يعني اكثر دقة لادق التفاصيل علشان لما نديك الاجابة تبقى الاجابة في مكانها الصحيح. لكن خلينا برضو يا دكتور نتكلم عن الدور الارشادي. هل الدور الارشادي وزي ما هو قال في التلفزيون يعني او التلفزيون زي ما قال، هل ده دور مش يدعم الارشاد على ارض الواقع؟ انا بستقبل كلام حضرتك. انا حاليا دلوقتي انا ما اقدرش اوصل المعلومه زي الاول الا من خلال زي قناه مصر الزراعيه. لا ده احنا بندور دلوقتي على مواقع اللي هي السوشيال ميديا كلها ان انا اوصل المعلومه ازاي. مفيش فلاح دلوقتي الا معاه تليفون حديث ان انا ممكن ان انا احط له المعلومه توصل له. طب انا ممكن ما اعرفش اقرا، انا ممكن ابني او بنتي او اخويا اي حد بيعرف يقرا يوصل لي المعلومه. وخاصة أنا قلت لحضرتك إن أنا حالياً دلوقتي الجمعيات الزراعية بقى العدد فيها محدود، وبقى فيه مشكلة بالنسبة للإرشاد إن هو ممكن طيب أنا هشتغل حماية أراضي ولا إرشاد ولا لا، أنا هشتغل حماية أراضي عشان أحافظ على الرقعة الزراعية من إن هي تهدر وبعد كده أقوم بدور الإرشادي. لا أنا مبسوط من المكالمة إن هو نبهنا أنا ممكن نعمل فعلاً محاضرات. لا ده كل 6 شهور كتير، لا ده انا ممكن اعملها كل مثلا 3 شهور، كل شهرين، كل شهر. وعندنا مراكز ارشاديه موجوده. احنا اوريدي عندنا ندوات موجوده. لا ده موجوده، ده هو عاوز في كل قريه للاسف. انما انا يعني انا هي ديت بتبقى غير متاحه. انما احنا الندوات الارشاديه موجوده طول موسم الشتاء وطول الموسم الصيفي. طيب. والحملات القوميه موجوده. طيب. شغال. واحنا ممكن نعمل ده برضو يعني بالتعاون مع بعض، حتى لو يعني تذاع مثل هذه الندوات يعني خلينا نقول عموم الاستفاده على جميع المزارعين. بس خلينا ناخد مره ثانيه، هنرجع لحضرتك مره ثانيه. استاذ ياسر اهلا بيك. يا استاذ ياسر اهلا بحضرتك يا فندم، طولنا عليك معلش. ماشي اسمعني من التليفون بقى. اهلا بيك، ممكن تسمعني من التليفون علشان نسمع بعض سريعا. بس عايز استفسر من الدكتور حمدي على نوع الذره. احنا كنا في البحيره يعني هو الاغلبيه في الزراعه عامه في محافظه البحيره. تمام. هو يعني بينزرع من حوالي من 20 سنه تقريبا يعني. اسمه ذره 30 كاف 8. كانت الانتاجيه بتاعته كانت عاليه جدا في البدايه. حاليا الانتاجيه بتاعته ليه قلت؟ مع ان هو الذره دي فيه المميزات اللي الفلاح كلها عايزها. طيب دورة كويس، بس الانتاجيه بتاعته ما عادتش زي الاول، قلت عن الاول، قلت كتير عن الاول. طيب حاضر، اي استفسار تاني؟ لا يا فندم. شكرا. شكرا شكرا جزيلا. طيب هو الاجابه على السؤال. قبل ما اجاوب على السؤال دي بس هستكمل النقطه اللي كنا وقفنا عندها. لو انا عملت ندوه زي ما بقول له كده في قريه، كام واحد ممكن يحضر؟ 10 20. طب في ظل كورونا كمان ممكن ما يحضرش. طب لو انا دلوقتي بقول التوصيات من خلال قناه مصر الزراعيه، كم واحد ممكن يشوفها؟ هي ده اللي انا برد على الحاجه. ده غير كمان ان هو بيدخل بعد كده احنا كمان في اي وقت ممكن يتفرج على الحلقه وممكن يعيدها مره واثنين ويتفرج، ولو اي توصيه فتيرجع ليها ويسمعها براحته. فده اللي انا عايز اوصله. هو ده اللي احنا دايما بنحاول نوصله هنا، حتى كمان لما يعني كان معانا قبل كده بعض الحلقات كنا بنتكلم بقى فيها كمان مش عن التواصل التلفزيوني، عن تواصل مواقع التواصل الاجتماعي كمان. يعني اصبحت بعض الادارات دلوقتي، هو في اداره من الادارات العظيمه الحقيقه زي مثلا اداره البساتين، الاداره دي عامله موقع وعامله تطبيق وعامله خدمه على الفيسبوك مثلا.
عندها كم استفادة غير طبيعية للمزارعين والفلاحين وكم استفسارات يوميا وحقيقي بتبقى الاستفادة منها حقيقية، لأن زي ما حضرتك قلت مفيش حد دلوقتي مش شايل يعني التليفون دلوقتي الأندرويد أو التليفون الجديد. إدارة مركزية للإرشاد بالتعاون مع بعض المنظمات زي مثل فاو وبعض المنظمات اللي هي موجودة معنا، أجهزة كمبيوتر متوصلة بالإنترنت في المراكز الإرشادية، في جميع احنا معظم التواصل مع زمايلنا اللي موجودين في المراكز في المديريات او المراكز الارشاديه او المراكز على مستوى الجمهوريه بيتم من خلال التليفون، ممكن يروح المكان ويصوره ويبعته لي من خلال اي برنامج موجود عنده على التليفون. هو دي بقى اسرع من الفاكس واسرع من الحاجات اللي موجوده زمان، واسرع منتج انت ممكن تجي له يعني كمرشد زراعي بعد اسبوع بعد اثنين على حسب بالزبط. ممكن تكون الدنيا عنده اصلا باظت لو هو بيتكلم عن استفسار سريع يعني بالظبط كده. طيب بما اننا بنتكلم معلش عن الاول هنرد على استفسار، هرجع للسؤال بس اللي هو قاله اللي هو 30 كف 8 ده هجين ابيض بايونير شركه خاصه فعلا كان موجود في السوق وما زال موجود في السوق الى الان. ممكن تكون الانتاجيه ليه انتاجيته ما بقتش عاليه؟ يعني انا الانتاجيه ما حدش اشتكى من الانتاجيه، انا بقول لحضرتك كل الهجن اللي موجوده في السوق تكاد تكون الانتاجيه متقاربه. هو ممكن يكون بس هو يعني قصدك ان هي ممكن تكون تجربه شخصيه ليه؟ زرعوا سنه لان ما حدش اشتكى من ده خالص. زرعوا سنه ورا اثنين ورا او ذره مكان ذره مكان ذره. انا عارف ان البحيره طبعا هم فلاحين مهرة جدا في زراعة محصول الذرة، وهم بيزرعوا معظم ذرة تعاقدات إنتاج يعني أب وأم لإنتاج للشركات. هو فعلا معظم المتصلين معنا النهاردة من البحيرة لأن هم الأول هم مهرة جدا في زراعة محصول الذرة، وبعدين هو معظم الزراعات عنده بتبقى زراعات تعاقدية يعني بيزرع ذرة عشان ينتج منه. طب هو ايه الغلطه التقوي اللي ممكن يكون غلطها ادت الى قله الانتاجيه؟ هو ممكن يكون مثلا الارض ما كانتش مخدومه كويس. بص حضرتك ملخص الذرة هنقول 10 درجات. انا طبقت ال 10 درجات بالتوصيات اللي المركز مطلعها او قسم بحوث الذرة طلعها هيديني الانتاجيه اللي هي بتاع الحقول الارشاديه 35 و37 و40 أردب للفدان. ولو حسبة بسيطة خالص أنا حضرتك فدان بيبقى حوالي 24,000 نبات، خليه 20,000 نبات. ال20,000 نبات لو قلنا إن النبات شايل كوز واحد بمعدل ربع كيلو 250 جرام يبقى أنا عندي 5 طن، الطن 7 ردب يعني 35 ردب. ده معادلة بسيطة خالص هي. طب ازاي اوصل لل 24,000 نبات؟ ده هنقول 1/10. الزراعة 1/10، الصنف اللي انا بجيبه 1/10، التسميد 1/10، الخف 1/10. طبعا اعتقد مفيش دلوقتي توريق ولا تطويش ولا بتاع، بس انا بقول كل العوامل في 10 درجات، كل درجة من الدرجات ديت بتأدي في الاخر انه بيديني اعلى انتاجية. طب لو انا ما طبقتش الخطوة ديت هتأثر معايا ولو ب1%، ب5%، ب10% بس هتقلل من الانتاج. بوصل في النهاية ان انا ممكن الاقي عندي 25 دب. هو ممكن يكون غمر الارض مثلا مية، الابات مش كويس، يعني هو يراجع بدقة العمليات الزراعية اللي قام بيها خلال الفترة. انما كهجين موجود في السوق ومازال هو الهجين يعني مشكلة ممتاز. المشكلة مش في الهجين اعتقد طيب. انها مشكلة شخصية. طيب احنا كمان معانا من البحيرة استاذ محمد. اهلا بيك يا فندم. ما يخليك، كنت عايز بس نسأل الدكتور على موضوع التشويل في الذرة. موضوع تشويل؟ التشويل التشويل تمام. ماله يعني بقى ماله موضوع التشويل؟ يعني ورقتين الاولانيين بينشفوا وبعد كده 3 ورقات 4 ورقات لحد ما يوصل لحد الكوز وبعد كده العود ينشف بحاله. طيب هنكلمك عن العمليه بشكل عام. بشكرك جدا استاذ محمد من البحيره. ازاي يشون الذره بشكل صحيح؟ هو التشويل هو يقصده ده رمز يعني من هي هنقول فلاحين او تعبير انه انما هو ده بيقول ان هو بعض الاوراق بتجف من عود الذره. زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا اهم عمليه بنعتبرها للذره اللي هي الري اللي انا قلت لحضرتك في الاول اللي هو الري بالحوال. لو غمرت الدورة أكتر من اللازم هيؤدي لاحتراق بعض الأوراق السفلية.
لو عطشت الدورة هيؤدي لاحتراق بعض الأوراق. ليه؟ هو عاوز يقوم بعملية التمثيل الضوئي ومش هيقوم غير في وجود كمية معينة زي ما قلت من المية ثاني أكسيد الكربون والإضاءة. في حالة لو أنا المية مش كفاية هيؤدي إلى أنه يحرق بعض الورق على أساس أنه هو يقوم بعملية التمثيل الضوئي. وكذلك لو المية زيادة ده بيدي الاختناق فبيضطر برضو يحرق بعض الأوراق ليه؟ ان هو يقوم بعمل التمثيل الضوء ده ورقه او ورقتين او ثلاثه من اسفل العود. انما اللي هو قالها في الاخر لفت انتباه الحاجه وبيقول اللي يفضل يعل لحد ما يوصل. هل هو ممكن يقصد اللي هو اللي تولت او الشلل؟ لو يقصد ديت دي بتبقى معظم الهجن اللي موجوده في السوق مقاومه لعمليه الشلل. ليه؟ لما بنيجي ننتج الهجين كقسم دورة أو كأي شركة لازم بتعرضه الأول في حقل أمراض معدي بالريسز اللي موجودة بتاعة الفطر، وبالتالي ما بيخرجش غير السلالات اللي هي مقاومة أو متحملة للشلل، وبعد كده بتنزل السوق بيبقى طيب. أحاول أقللها على قد ما أقدر إيه؟ إن أنا أحكم عملية الري. شوف أنا بكرر تاني، احكم عملية الري بالحوال. يبقى انا ما غرقش، لان الفطر مجرد ان انا اديته مية اكتر من اللازم حتى لو هو موجود انا لحقته، يعني هيبقى درجة اشد في الاصابة من ان انا لو احكمت الري بتاعي. طيب احنا معنا برضو من البحيرة حاج انور. اهلا بيك يا فندم. ايوه اهلا بيك يا حاج انور، اتفضل يا فندم. الدور ايوه تحت امر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعني من التليفون معلش عشان نتواصل سريعا عشان وقت البرنامج بس. ماشي حاضر. عاوز نسأل على الذرة في الصحراء بنزرعوها يا فندم. ما تلاقيهاش الحب بتاعها مظبوط زي هنا. تمام. يعني ما تلاقيهاش فين في الصحراء؟ فين في الصحراء يا حاج عمر؟ فين في الصحراء؟ الأرض اللي أنت بتزرع فيها في الصحراء فين؟ المرحلة الثالثة. طيب اي استفسار تاني؟ في المرحلة الثالثة بيار. طيب اي استفسار تاني؟ شكرين شكرا جزيلا. طيب هي طبعا الزراعة في الاراضي الجديدة او الاراضي الصحراوية بيبقى لها طبعا نمرة واحد، انا عاوز احلل نسبة الملوحة اللي موجودة في المية. لو انا بروي بير ارتوازي طبعا يبقى صعب انه بيروي، اعتقد مش هيبقى عنده سرعة انه بيروي ري بحاري، اكيد ري ارتوازي. يبقى انا عاوز احلل نسبة الملوحة اللي موجودة في المية ونسبة اللي موجودة في التربة. وطبعا انا ما برويش زي الاراضي القديم، يعني انا ممكن في الاراضي القديمة بنوصي بالري من 10-15 يوم حسب طبيعة الارض وحسب تماسكها، انما في الاراضي الجديدة لا، ده انا بروي ممكن اروي كل 4 ايام كل 5 ايام، وبطول فترات الري بتاعتي اقربها، وفي نفس الوقت ما برويش غمر. يعني أنا طبعا لو أقدر أزرع بالتنقيط هيبقى برضو صعب عليه. فطبعا الدورة عشان يتروي في الأراضي يزرع في الأراضي الجديدة هتبقى صعبة إن هو نسبة ملوحة عالية أو إن الأرض تكون فيها ملوحة، بالإضافة إلى إن هو يروي كل مثلا 5 أيام كل 7 أيام، ما يطولش فترات الري أكتر من كده. جميل. طيب خلينا ناخد من سوهاج أستاذ شنودة. يا أستاذ شنودة أهلا بيك. ألو. ألو يا فندم أهلا بيك. مساء النور، استفسارك ايه؟ كنت عايز اسال الدكتور حمدي، كل مزرعه الذره بتقع مش عارف اعمل ايه. تمام. واخدهم مجاري يعني 10 ايجار وكل مزرعه مرهقه، يا في الاخر يا في نص الزرعه مش عارف اجيب لهم حاجه تقوي الجذر بحيث ما يقعوش ولا اعمل ايه. طيب حاضر. قول الصنف اللي زرعه ايه؟ الصنف اللي انت زرعه ايه يا استاذ شنود؟ 101. طيب. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. طبعا هو يضطرني ان انا اقول التوصيات الفنيه لزراعه الذره الشاميه على السريع. اول حاجه انا بخطط ذره 10 خطوط في القصبتين، يعني حوالي عرض الخط بيبقى 70 سنتي. واهم حاجه طريقه الزراعه، انا لما باجي ازرع عشان اعالج المشكله اللي هو العلاقه ديت ازرع في التلت السفلي من الخط. التلت السفلي من الخط، وبزرع حبيتين في الجوره وما بين الجوره والتانيه من 20 25 30 سم حسب الصنف.
يعني لو صنف طويل بحاول ان انا اوسع الجره شويه، ولو صنف قصير انا ممكن اضيق الجره وهدر على 20 سنتي. طبعا هو اهم عمليه عشان الذره ما يرقدش ان انا العزقه الاولانيه بتبقى خربشه، العزقه الثانيه بتبقى خرط، بحيث ان انا اجيب نص الخط اللي قدام على الخط الثاني، يبقى انا كده خليت عود الذره في نص الخط بالظبط ودعمته بما لا يقل عن 20 25 سنتي من جدره، يؤدي الى خروج اللي هي الجذور الدعاميه اللي هو بعد كده هيثبت نفسه وما يرقدش حتى لو روى ولو الهواء قايم كمان. جميل. ما يقديش عمله للرؤات. طيب احنا نرجع مرة تانية للبحيرة، احنا ضيوف النهاردة في البحيرة الحاج مرضي من البحيرة، اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز اسأل دكتور، بس انا عندي ارض برويها مية بحاري ومية ارتوازي، مية فيها نسبة ملوحة، هتأثر على الانتاجية ولا لا؟ يعني بروي مثلا ريا بحاري وسلويتين من البير. حاضر، اي استفسار تاني؟ لا ربنا يخليك. نسبة الملوحة كام؟ ماشي. قفلوا لسه معانا. قفل. ماشي، انا يعني هرد في الاحتمالين. طبعا لو نسبة الملوحة عالية هتبقى صعبة قوي ان انا حتى لو انا بروي مية بحاري انها تغسل، بس لو نسبة الملوحة عالية لو 3000 بي بي ام وده فيها خطورة كبيرة يعني. انما لو نسبة بسيطة ممكن، لو انا رويت ريا من البير وفي حالة ان انا المية البحاري اتأخرت، يعني اخلي ري دايما من الترعة هي الأضمن عشان يديني أعلى إنتاجية. ولو أنا احتجت أو لو أنا المناوبة اتأخرت لأي ظرف من الظروف، أنا ممكن أستخدم المية وبرضه تبقى في أضيق الحدود عشان تديني أعلى إنتاجية. جميل. طيب أنا سألت سؤال بقى قبل ما نطلع فاصل، وكان سؤال الفاصل اللي هو لو اتأكدنا أن ملوحة التربة عالية وما ينفعش أن احنا نزرع فيها ذرة شامية وزرعنا محصول تاني، هل ينفع بعد كده أن احنا نعالج التربة بطريقة أو ما أن احنا نرجع مرة تاني نزرع ذرة شامية، ولا هي خلاص لا تصلح لزراعة الذرة الشامية؟ لا، في بعض المحاصيل أنا بزرعها عشان بعالج بها ملوحة التربة. يعني عندي مثلا بعض المحاصيل الشتوية زي البنجر، والمحاصيل الصيفية زي الرز. أنا بزرع ليه الرز؟ أنا بغسل كذا مرة فبيؤدي إلى غسيل التربة وبيؤدي إلى التخلص من الأملاح، وكذلك البنجر بيؤدي برضو إلى التخلص من الأملاح. ممكن بعد سنة اتنين إن أنا أزرع بعد زراعتهم، أنا ممكن أزرع الذرة، ودل على كده يعني محافظة زي كفر الشيخ بتزرع مساحة كبيرة من الذرة وهي فيها مساحات كبيرة بتزرع بالرز وبنجر السكر، وبتأدي إلى معالجة الملوحة الموجودة في التربة. جميل. طيب معنا من الدقهلية أستاذ محمد. يا أستاذ محمد. محمد الدقهلية. أهلا بيك يا فندم. استفسارك إيه؟ اتفضل. أنا عاوز أشوف أعلى محصول ذرة في وجه بحري. في وجه بحري؟ عاوز أشوف أعلى محصول في الذرة الشامية في وجه البحري. عايز تشوف، عايز تزرع يعني؟ في الدقهلية. ماشي حاضر، بشكرك شكرا جزيلا. يعني هو يقصد اعلى هجين موجود، يبقى يجيب اعلى انتاجيه. اعلى انتاجيه دي انتاجيه. هرجع للكلام اللي انا قلته، مش هقول اعلى هجين، انا قلت في 10 نقاط هم هيدوني اعلى انتاجيه. احنا قلنا كل الهجن اللي موجوده في السوق تكاد تكون كل الانتاجيه متقاربه، ولكن ليها بتختلف من معاملات فلاح الى فلاح الى تاني. بمعنى لو انا سقطت عنصر من اللي انا قلت عليهم، يعني ممكن اجيب صنف ممتاز وعال الانتاجية وانا ما طبقتش التوصيات الفنية. ابسط حاجة، انا ما العدد الامثل عند الحصاد اللي ال 24 الف نبات او ال 20 الف نبات مش موجودين، عند 15 الف حتى هو جايب اعلى انتاجية، مش هيدينا محصول. لا، ده انا ما اضيفش السماد مش هيدينا محصول، او مش هيدينا محصول، هينقص نسبة من المحصول بتاعي. فانا عاوز اقول له ان كل الهجن اللي موجوده في السوق، لا، هي المعاملات، طبق المعاملات او التوصيات الفنيه اللي موجوده داخل كل شكاره انت بتشتريها، اتبع التوصيات الفنيه اللي هي خارجه من مركز البحوث او من الشركات، يديك اعلى انتاجيه. والدليل على كده ان الحقول الارشاديه بتديني انتاجيه عاليه جدا مقارنه بالانتاج العادي. جميل. طيب خلينا ننهي الحلقة بمجموعة الأخطاء الشائعة عموما اللي ممكن يقع فيها مزارع الذرة الشامية حتى يتفاداها بشكل عام. إيه هي الأخطاء دي اللي ممكن يعني، أو يعني خلينا نقول اللي بيقع فيها معظم من يقع في الأخطاء؟ لا، ديت عايزة حلقة بقى عشان سريعا. نمرة واحد، التقاوي من مصدر موثوق منه.
بكرر التقاوي من مصدر موثوق منه. لو انا جبت تقاوي مش هقول مغشوش، مصدر غير موثوق، يبقى انا السنه كلها ضاعت، المحصول ضاع. نمره واحد، خدمه الارض حرتتين متعمدتين واضافه السماد والسوبر فوسفات والبوتاسيوم. الزراعه قلنا في اسفل الخط عشان ما يديش للرؤاد. نمره ثلاثه، اضافه السماد في الاولى والثانيه مع رايه المحياه والرايه الثانيه، انا بقول باختصار جدا. نمره ثلاثه خمسه، الري بالحوال، ري باحكام والري بالحوال. اهم من ده كله المحافظه على العدد الامثل عند الحصاد. طبعا انا ما اتكلمتش في الامراض لان الامراض عايزه لها حلقه كامله، ان انا ازاي اقاوم الامراض وازاي ديت حاجه تانية. وزمايلنا طبعا ربنا يبارك فيهم بعض الامراض افادونا فيها كتير جدا يعني. يبقى كل العوامل اللي انا قلت عليها حضرتك ديت بتديني توتال في الاخر اللي هو المحصول النهائي اللي هو اعلى انتاجيه. وده قد يكون انا باختصار شديد. طيب معلش، بما اننا بنختصر برضو موضوع الافاد ده مهم جدا، فخلينا برضو يعني نبذه بسيطه كده لمزارع الذره، ازاي يتفادى الافات وايه هي الافات اللي ممكن تاثر على انتاجيه محصول الذره. نمره واحد، بعد مزرع على طول مباشره انا ممكن يكون عندي الحفار او عندي اللي هي دوده ارضه او الدوده اللي هي ممكن تقرط العود من على وش الارض. يبقى انا لازم اعمل طعم سام بعد مزرع على طول بحوالي 4-5 ايام والارض مستحرصه. ديت نمره واحد. نمره اتنين، مجرد قبل الانبات اكتمل وعندي كويس، قبل ريه المحياه برش رشه وقائيه لدوده القصب الكبيره عشان تفاديا ان هي يحصل لها اي تكون موجوده باي درجه من الاصابه، وان انا افاد المحصول بتاعي. بعد كده لو انا وصلت ولقيت فيه دوده القصب الصغيره موجوده يبقى انا برضو لازم ادرشها في نهايه المحصول. لو انا عندي لقيت على بعض السنابل فيه حشره المني موجوده لازم ارش عشان برضو ما يؤديش الى وجود الندوه العسليه، بالاضافه الى ان انا بعد كده بقاوم طبعا بيبقى بعد المخزن حاجات تانية اللي هي القوارض وي في المخزن دي حاجات تانية. انما ديت ملخص يعني اشهر الاخطاء اللي ممكن تؤدي الى يعني قله الانتاجيه. انا بشكرك جدا الحقيقه، كثير من الاستفسارات النهارده عن محصول من اهم المحاصيل الاستراتيجيه، حضرتك جاوبت على معظمها او معظم الاستفسارات الدارجه لدى مزارعي الذره. بشكرك جدا جدا دكتور حمدي جامع، رئيس الاداره المركزيه للارشاد الزراعي ورئيس بحوث بقسم بحوث الذره الشاميه، نورتنا وشرفتنا يا فندم. شكرا يا فندم، متشكرين لكم، شكرا مصر الزراعي. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. خلصت حلقتنا النهارده، لكن استفساراتنا لسه ما خلصتش في المرشد الزراعي. اشوف حضراتكم ان شاء الله يوم الثلاث، بكره هيكون موجود معاكم زميلي طه اليوسفي على خير، واشوفكم ان شاء الله بكل خير وامان وسلام.